بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الأعزاء أهلا بكم. النهاردة هنتكلم عن شخصية تاريخية أخرى، هي شخصية قسطنطين الأكبر. قسطنطين الأكبر ده ولد عام 280 ميلادي، توفى 337، يعني عمره 57 عام. يعتبر أول إمبراطور روماني مسيحي. بسبب اعتناقه المسيحية وتشجيعه لها انتشرت، كان صاحب أعظم دور في تحويل المسيحية من مجرد عقيدة تلقى الاضطهاد إلى دين رسمي يسيطر على الملايين. قسطنطين ولد سنة 280 في قرية نيسي، ديت كانت موجودة في تشيكوسلوفاكيا. كان أبوه ضابط كبير في بلاط الإمبراطور ديوقلتيان. تنحى الإمبراطور عن العرش في 305 ميلادي، أصبح أبو قسطنطين حاكم لنصف الإمبراطورية الرومانية، ولما توفى في العام التالي أصبح قسطنطين نفسه إمبراطور. نادى به الجيش ملكا عليهم. بعض الجنرالات عرضوا هذا القرار لتخزو الجيش، ولكن كان ذلك فاتحة لحروب أهلية كثيرة وطويلة. الحروب ديت انتهت في 313 ميلاديا، عندما هزم قسطنطين آخر منافسيه ماكسنتيوس في معركته، في معركة شهيرة بالقرب من روما. أصبح بذلك قسطنطين الحاكم الذي لا ينازعه أحد للجانب الغربي من الإمبراطورية، بينما ظل ليكينوس حاكم للنصف الشرقي من الإمبراطورية، حتى هاجمه قسطنطين وهزمه في سنة 337، وبذلك انفرد قسطنطين بالإمبراطورية الرومانية كلها. يعني احنا ما نقدرش نقول بالضبط امتى تحول الامبراطور الى المسيحية، ومن العجيب ان هذا الامبراطور في معركته او في الليلة الاخيرة في معركته مع خصمه الاخير بقرب من روما، رأى في السماء صليبا مضيئا ومعه هذه العبارة: باسم الصليب سوف تنتصر. ودون إدراك واضح أو حتى دراسة المسيحية، أصبح الإمبراطور من أشد الناس إيمانا بها ودعوة لها، وأصدر قراره الشهير في مدينة ميلانو، وبذلك أصبحت المسيحية دينا معترفا به. هذا القرار أعاد المسيحيين كل حقوقهم وممتلكاتهم، وأعيدت الكنيسة كل أملاكها التي كانت قد صدرت قبل ذلك في سنوات الاضطهاد والتعذيب. لم يكن الدافع لدى الإمبراطور قسطنطين هو شعوره بالتسامح الديني، وإنما تعصبه الشديد للمسيحية، بل يمكن أن يقال إنه ببداية عصر هذا الإمبراطور بدأ الاضطهاد العنيف لليهود، والذي استمر قرونا عديدة في أوروبا. قسطنطين لم يجعل المسيحية دينا رسميا، وإنما هو الذي شجع على انتشارها، وفي عصره أصبح التحول إلى المسيحية سببا كافيا للترقية في الوظائف الحكومية. اكتسبت الكنيسة في عصره سلطات هائلة، وأصبحت لها حصانة أيضا، وفي عصره بنيت أشهر كنائس العالم: كنيسة المهد في بيت لحم، وكنيسة القيامة في القدس. أول إمبراطور مسيحي في روما. طبعا يعني نقدر نقول له كان له أعمال كبيرة جدا، كان لها تأثير كبير جدا قسطنطين الأكبر بصراحة، وتأثير لا يمكن إغفاله. يعني الإمبراطور قسطنطين ده لعب دورا كبيرا جدا في تاريخ الكنيسة. ممكن نقول ان يعني انه اعاد بناء توسيع مدينة بيزنطة القديمة التي اطلق عليها اسمه، فاصبحت تسمى القسطنطينية
وجعلها عاصمة له. والقسطنطينية هي التي تسمى الآن إسطنبول أو إستنبول، وكانت من كبرى مدن العالم القديم، وظلت عاصمة للإمبراطورية الرومانية الشرقية حتى عام 1453، وظلت لقرون عديدة بعد ذلك عاصمة للإمبراطورية العثمانية. كان له أعمال مدنية جليلة، أصدر تشريعات كثيرة أدت إلى أن أصبحت كثير من المهن محترمة زي الجزارين والخبازين، وأصدر قوانين بتحرم على مستأجري الأراضي الزراعية أن هم يسيبوها لأي سبب، جعل من زراع الأرض عبيدا لها ولأصحاب الأرض. يعني هذه القوانين وضعت الأساس الحقيقي للبناء الاجتماعي لأوروبا في العصور الوسطى. لم يشأ قسطنطين أن يتم تعميده مسيحيا إلا عند وفاته، ولكن من المعروف أنه كان مسيحيا قبل ذلك بوقت طويل. يعني ممكن نقول إن قسطنطين كان له سبب كبير جدا في انتشار المسيحية. وهنا ممكن تقعد تفكر بقى، إحنا يعني ممكن أنت ك يعني تقعد تفكر، ما الذي يمكن أن يحدث للمسيحية لو لم يعتنقها الإمبراطور قسطنطين الأكبر؟ هو عجل بانتشارها، وأصبحت من أقلية إلى أغلبية في مدة في مدى قرن واحد، وأصبحت ديانة لأكبر إمبراطورية في التاريخ. قسطنطين أحد أعظم القادة في تاريخ أوروبا. يعني مش عايز أقول لك، ده عند الأوروبيين له مكانة كبيرة جدا جدا جدا، قسطنطين الأكبر، لأنه كان له تأثير عظيم على الديانة المسيحية. أصدقائي الأعزاء، شكرا شكرا جزيلا، أشكركم شكرا جزيلا، و انتظروني في شخصية تاريخية أخرى إن شاء الله. السلام عليكم.